ترجو لي لأعبير هذا المسر של העצרת הזאת לעם הפלסטיני בשפה הערבית إلى شعب الفلسطين الكريم من هنا من هذه القاعة التي أعلنت فيها دولة إسرائيل استقلالها نقول لكم لقد حان اليوم الذي سوف تقفون معنا كدولة فلسطينية مستقلة. أود أن أقول ما قال أبا القاسم الشابي قال إذا ما أراد الشعب الحياة يوما فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أيها الأخوة الفلسطينيين، سينكسر قيد الاضطهاد وسينجلي ليل الاحتلال، وسيستجيب القدر لأمانيكم أمانينا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل. تدرب 2 مدنات لشتوى عمين، 2 مدنات لشتوى عمين.